مليون حجز يومي للقاح كورونا في بريطانيا. التلفاز أثناء الطعام يؤثر سلباً على قدرات الطفل اللغوية. السر في عدم مقاومة الشيبس أو الوجبات السريعة. المزيد في العربية صحة، فأهلاً بكم. أكثر من مليون بريطاني حجزوا لقاحات كوفيد-19، وهو أعلى رقم في يوم واحد، وذلك بعد أن تمكنت بريطانيا من فتح برنامج اللقاح للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاماً، وهو ما يدل على أن الشباب متحمسون للحصول على اللقاح في البلاد. يذكر أن مجموعة 40.7 مليون شخص في بريطانيا تلقى الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تلقى 28.5 مليون شخص الجرعتين. أظهرت دراسة فرنسية من المعهد الفرنسي الوطني للصحة والبحوث الطبية أن الأطفال الذين يشاهدون التلفاز أثناء تناول الوجبات لديهم مستوى لغوي أقل من المتوسط. وفي تفسير محتمل لتلك الظاهرة بحسب الباحثين، يمكن للتلفاز أثناء وجبات الطعام أن يكون بمثابة كابح للتفاعلات اللفظية للطفل من خلال تشتيت انتباههم. ولم يجد الباحثون علاقة بين إجمالي وقت مشاهدة التلفاز والمستوى اللغوي للأطفال. يمكن الاستيقاظ أبكر من المعتاد بساعة واحدة فقط أن يقلل من خطر إصابة الشخص بالاكتئاب بنسبة 23%، وذلك وفقاً لدراسة أجريت في جامعة كولورادو بولدر في أمريكا، التي أظهرت أيضاً أن ميل الأشخاص للنوم في وقت معين يؤثر على خطر الاكتئاب. كما من الممكن أن يؤدي التعرض الأكبر للضوء أثناء النهار إلى سلسلة من التأثيرات الهرمونية التي تؤثر على الحالة المزاجية. من منا يستطيع مقاومة الشيبس أو الوجبات السريعة؟ فما السر وراء مكوناتها التي تجعلنا نرغب في تناولها؟ وفق ما نقل عن موقع Popular Science، فإن الشركات الوجبات السريعة تقوم بكثير من الأبحاث من أجل تصميم هذه الأطعمة لتخدع العقل، الذي يستجيب بدوره عن طريق زيادة رغبة الشخص في الحصول على المزيد. فمنتجات الوجبات السريعة الناجحة تتكون من صيغ معقدة تثير حواس التذوق بدرجة تجنب إخبار الدماغ بالتوقف عن تناول الطعام.